حارس، قبل حضرة قريب عائلة المرحومة، أولا نقدم تعازينا ونشاطر لكم هذا الألم الكبير. أولا كيف هي صورة الوضع وألم حزين يعني تعيشون في العائلة وفي مدينة أم الفحم؟ صراحة المصاب كبير والألم كبير، والحال يغني عن السؤال، ونسأل الله العفو والعافية إن شاء الله رب العالمين. مصابنا كبير، نحن في صدمة كبيرة، وفي ذات الوقت نحن نؤمر بقدر الله وقضائه ونسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بهذه الظروف لا يسعنا إلا أن نشكر كل من وقف إلى جانبنا، سواء على مستوى بلدية أم الفحم أو رابطة الأئمة، أئمة المساجد أو الجمهور الكبير، الأهل، الأقارب، الأنسباء، كل من زارنا وتواصل معنا وقدم لنا التعازي. وفي نفس الوقت نحن نقول أن حيثيات القضية لا زالت قيد التحقيق، ونتمنى على الجميع ألا يخوضوا في أعراض الآخرين، وألا يلقوا التخمينات يمنة ويسرة دون توثق، ونسأل الله العفو والعافية، وألا يري الجميع أي مكروه إن شاء الله. الدكتور فارس القبلاوي، مرة أخرى نشكرك لهذا الحديث لموقع بنت وتلفزيون هنا، شكرا، ودائما يعني نقدم تعازينا وشكرا لك.